الله أكبر. الله أكبر. في الزرار الحرب إيه؟ على الحرس الشمالي مدينة كفرنبي. واحد 10/2015. الطيران الحرب الروسي يقوم الآن في استهداف في محيط بلدة كفرنبل وفي جبل الزاوية. نلاحظ أن شدة الانفجار تختلف كثيرا عن الانفجار الذي كان يتولد عن قصف قوات الأسد. ما زال طيران الحرب الروسي الآن يحلق في أجواء المنطقة. إذن روسيا استباحت رسميا استباحت قصف المدنيين السوريين ومنازل المدنيين دون أي رقيب أو عتيد من أي دولة من دول العالم.